نتعلم من دروس الهجرة التضحية التي ضحى بها النبي عليه الصلاة والسلام، فقد ضحى صلى الله عليه وآله وسلم بنفسه وبماله عليه الصلاة والسلام، وخرج صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه البلاد التي نشأ ودرج وترعرع وتربى فيها وهي مكة. خرج صلى الله عليه وآله وسلم لكي يعني يبذل ويضحي عليه الصلاة والسلام لنصرة دين الله ولنشر شرع الله تبارك وتعالى، حتى قال صلى الله عليه وآله وسلم: والله إنك لأحب البلاد إلى الله وأحب البلاد إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. هكذا هكذا دعاء المودع إلى ملاعب صباه، هكذا قال صلى الله عليه وآله وسلم عند خروجه من مكة بعدما ضاق الخناق عليه صلى الله عليه وآله وسلم ولم يجد أزرة ولا نصرة من أهل مكة. وكذلك الصحابة يا أخواننا ضحوا برضو بأشد التضحية. هذا صهيب الرومي رضي الله عنه لما أيضا أراد أن يأتسي بقائده وسيده صلى الله عليه وآله وسلم، أراد أن يخرج مهاجرا فاعترضته قريش وقالوا له: جئتنا صعلوكا لا مال لك، وقد جمعت المال، تريد أن تذهب به إلى محمد؟ فقال لهم صهيب: تعلمون والله أني أرماكم، أنا برمي بالسهم أصيب الغرض على طول، لا يخطئ أبدا في الرمي. قال: تعلمون والله أني أرماكم، ولله لو أردت أن أصيب أحدا منكم لفعلت. فقالوا: لو جئتنا صعلوكا لا مال لك. فقال: أرأيتم إن دللتكم على المال تخلون بيني وبين وجهي؟ لو قلت لكم الفلوس فين تسيبوني؟ قالوا: نعم. قال: فإن المال في المكان الفلاني. ذهبوا وأخذوا المال وخلوا بين صهيب وبين وجهه. فلما حل ونزل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم مستبشرا قائلا: ربح البيع يا أبا يحيى، ربح البيع يا أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. دي التضحية. احنا كمان يا اخواننا محتاجين تضحية في حياتنا، محتاجين ان احنا نبرهن برهنة عملية حقيقية فعلية لصدق انتمائنا وولائنا لهذا الدين. الدين ده هينتصر بينا او بغيرنا، وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. شوف سيدنا ابو سلمة ابن عبد الاسد زوج السيدة ام سلمة، اراد ايضا ان يخرج مهاجرا فاعترضه قوم، وقوم ستنا أم سلمة اعترضوه بني مخزوم، وابنهم سلمة اعترضوا. بقى أبو سلمة بن عبد الأسد هاجر، زوجته بنو مخزوم خدوها، الولد الطفل الرضيع ده تقاسموا فيه، فالثلاثة بقوا مشردين، واحد هاجر، الزوج هاجر، والزوجة العيلة بتاعتها والقبيلة بتاعتها قالوا لها لا مش هتخرجي معاه، والولد خدوا قبيلة تانية خالص. فظلت أم سلمة رضي الله عنها عاما كاملا تبكي، تبكي على فراق الزوج وعلى ضياع الولد. سبحان الله، بعد سنة كاملة أخوانا ربنا يجمعهم مرة أخرى في المدينة ويجتمع الشمل مرة أخرى. شوف بقى البذل ده كان قد إيه، والتضحية دي كانت قد إيه، عشان تعرف بس الصحابة ضحوا قد إيه، والنبي صلى الله عليه وسلم كيف ضحى وكيف بذل. فمن دروس الهجرة التضحية.